من خطيرة فاتي جوردي عالداية لعنحصكم يا ضعف لعنحصكم انتم محظوظين في المئوية مع البرسا زي مش فيها الحارس برضو كان فيها هيداك واخيرا يصل لي مار برشلونة جيل قدم الهدف الكورة ايش ما من فاليري فاليري عرضية يتابع تولي رصية حرام هذا عم يزمك يا رجل جيرونا الان يشكل الخطر على مرمى البارسا جيرونا الان يبدا في التهديد بالعرضيه ولكن اروخو برافو هذا اروخو المتالق مدافع فريق البارسا مكسر كبير للبارسا ركنيه يوصل فريق جيرونا جيرونا يبحث عن التعادل والحارس تير شتيغن بالقبه ويرشتيكن بينما هناك صافرة أمام للماتادور النقاش مع الحكم ستوانيل ماتادور الهدف التاريخي لشيرونا مطالبة بالفار يبدو من الجمهور الحكم يقول لا شوف الإعادة هذه الإعادة هذه الإعادة الحكم قريب من اللقطة خيالي كيف شربة يا شيء خيالي شو عم يعملوا الحكم الفار الاحتكاك اعتبر الاحتكاك عادي ولو؟ مهاجم جيرونا وإيريك كارثيا مدافع فريق البارسا لا كيف يدري بالي بطلع صفر ليه الحكم الصارم شو الحكم هذا يا رجل مونيز شوف الامبارات بالجمل هذه الإعادة لكن كيف شو هذه فيها مسك بصراحة فيها مسك من جوردي ألبا لكن في اللقطة هذه مسكك قبل التنفيذ الركنيه لا 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 فضيحه تحكيميه فضيحه تحكيميه شو المسخره يا رجل واحد البرشان بريكلمي ريكلمي الوينتو كوره خطيره كونتي شو صار ضيع فرص هذا الجحش شيرونا خطير شيرونا خطير الان في هذه الانطلاقه كوره طلب من فاليري 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 عرضيه يا لعيب يا ابو شو الشوطة يا زلمة شو الشوطة يا رجل حرام عليك يا اخي اعطيته باص انت الان ما كورة عرضية خطيرة من فاليري كورة داخل مرمى لا شو عملت يا رجل شو عملت يا رجل يا زلمة شو عملت يا اخي والله العظيم حرام عليك يا اخي هذا بتضيع يا زلمة يا مشوار يا رجل هالطاري بتضيع في الكورة مهم في الحياة ميخي ما في حدا عندك يا رجل زلمة حرام عليك لا يقف مع الضعفاء في المقابل يا زلمة كبير كان محدود البرصة في كورة التعادل كورة مرت من سواريز مرة أولى في مرة ثانية في البوكس كورة تلع هذا فاليري الخطير فاليري فاليري أعطى الإضافة فاليري فاليري يلا على إخي خلص خلص بقى يا رجل يا اخي هون عم يتفور عم يتباسكت يا زلمة شو هي دار اخي كيف بضيع لك فرص اخي كيف الفرص بتضيع على الطرف الايسر اخي لا شي مش ممكن وكيف فرصك بتضيع يا زلمة قدام الجول ولو والكرة تنتهي لضربة مرمى جيرونا اختبر دفاع البرسا ما صارت في مشاكل دفاعية اليكس غارثيا كرة عند ارناو مارتينيز ارناو يرفع كرة ارناو يا زلمة ما في حظ ما في حظ والله العظيم ما في حظ يا زلمة بيحكوا على ريال مدريد من المحظوظين ما في حظ جيرونا اكلوه ولا برشلونة اكل بالشوط الثاني ما في حظ برو سالم غانم ما في حظ خلص شو بدك تعمل والله عن جد حرام والله العظيم حرام